بون انا جبت لكم في التاريخ. بون بقى فهمكم في حاجة انه نستخدمو الكربون المشع سي 14 باه نحدو عمر الحفريات والحوايج والكائنات الحية وقتها وقتها تموت. يعني انه كل يعني عم بالنا باللي انه كل الحوايج وكل تحتوي على الكربون سي 14 المشع هو يبقى نسبة تاعو ثابتة بس حكي موت الكائن هذاك يبدا تتناقص ولحد نستخدموه باه نحسبو تبدا تتناقص وما تتعوضش. دونك جبتلكم التمرين. دونك حطام سفينة خشبية تم العثور عليه أعطى قياس نشاط الإشعاعي 21.8 بكريل، نفس القياس لقطعة خشبية حديدة لها نفس النوع أعطانا 28.7 بكريل. نكتبو يعني فهمك انه هاد نفس النوع تاع الخشب قسناه تاع الحطام كينا 21.8 قسنا تاع نفس القطعة ونفس النوع ونفس الكتلة لقيناه 28.7. واش نفهمو هنا باللي كاين تناقص اشعاعي صح ولا؟ اول حاجة قالك اكتب معادلة تفكك سي الكربون سي 14 سي 14 علما انه قالك يعطينا بيتا ما دونك اكس بيتا ما اي ناقص 1.0 نوك زائد دونك حسب قانون انحفاض ا 14 يساوي ا زائد 0 يساوي 14 حسب قانون انحفاض زيت زيت تساوي زيت مونزا دونك زيت يساوي 7 دونك سي 14 6 يعطينا سي 7 14 زائد سي 7 4 ماشي سي إكس ناقص 1.0 شو هو اللي عنده 17 و6 هو 7 14 هو الآن ممكن يعطينا الآن 7 14 زائد أربعتاش. دونك سؤال تاني قالك احسب لامدا باليوم في رايك مين حنجيبو لامدا؟ بون في المعطيات نعطيك نسيت بات مكتبتكمش في المعطيات حساب لامدا علما ان تي ان دومي يساوي باردون نسيت ما عندكمش هاد المعلومة. دونك كيما خدمنا قبل تي ان دومي هو ان اتنين على لامدا لامدا هو ان اتنين مع تي ان دومي بس قلت لكم احسبوا لي لامدا باليوم شتي هنا نحولوه لليوم. دونك لامدا يساوي ان اتنين تي ان دومي بعد نحاول اليوم نضربو في 365 انو العام فيه 365 يوم خرج لنا لامدا يساوي جور حساب لامدا با حساب عمر القطعة. بون عنا ا زيرو يساوي 28.7 بكريل عنا ا يساوي 21.8 بكريل. عمالكم يخاول احترناها A0 لأنه قلنا قسنا نوع نفس القطعة الخشبية نفس النوع نفس الكتلة حديثة لقينا هذا الإشعاع والأقدمة هادي. نروحو القانون تاعنا
بالكم على هدرت حنا لامدا تي، لأنه جونك كيجول نخا نورمالمون ندير أ لي تي على أ زيرو تساوي إكسبونسيال مع لامدا تي، مي أنا جونك كيجول ديت هايدي و جبت هايدي هنا، فهمتوني؟ شغل معانا كيف الإشارة، دونك ندخل أنين. Donc je dis lambda t tout seul ln a 0 à la a de t. Donc t lambda t vous savez un a zéro à l'été t voilà la mort vous savez non ouais la lambda ln a zéro à l'été t vous savez ouais lambda c'est une pile guinée tlata fasel ça tlata fi achar os naqs سبعة يوم ln a0 a0 قلنا باللي يساوي 28.7 بكريل و a 1.8 دونك كي نحسبو نلقاو باللي t يساوي 8.1.1.7.54 جوغ t يساوي كي نحاولو اليوم قسم على 365 دونك عمرها هو هذا. لو كان نقولكم احسبوا لي وقتها خرقت علما انه هذه القياسات في سنة 2000 مثلا شو ديروا ديروا هيك donc tu sais pardon علما انه القياسات في الفين دونك الفين ناقص دونك حتساوي لنا ناقص 200 اي 220 سنة قبل ميلاد. أتمنى تكون جاتكم سهلة، يعني فهمتوا المبدأ أنه نخدم بسي 14، أنه في سي 14 المشع في التاريخ، لأن الكائنات بعد ما تموت تنقص الإشعاعي تيعو يبدأ ينقص وما يتجددش، يكون حياة يكون ثابت يموت يبدأ يتنقص، ولهذا نستخدموه قسنا العينة القديمة نحط الإشعاع تاعها عطانا قيمة أ 21.8 بكريل جبنا قسنا نفس القطعة الخشبية حديثة نفس الكتلة يعني نفس كلش لقيناه بلي 28.7 بكريل دونك هذا هو أ زيرو هذا أ من القانون تاع أ لي تي يساوي أ زيرو إكسبونسيال مع لامدا تي خرجنا لامدا وش يساوي خرجنا تي وش يساوي ولامدا يخا خدناها قبل نورمال تانا نقدر نديرو هاك بالك مفهمتونيش وعلى ديت ديت عكس كنت نقدر تانا ندير الي تي أ زيرو تساوي إكسبونسيال مع لامدا تي صح ولا لا بعدي كتكش ندير ندخل الان تبدي الان علي تي ازيرو يساوي مع لامدا تي نا نجيب النقص هنا نقص الان هاد كي نجيب نقص الان هادي نقدر نعكس نقلبها زايد تولي لي الان ازيرو علي تي يساوي لامدا تي
سي يساوي واحد على في أزيرو ألن أزيرو أليتي. يعني احنا يخدمنا بأليتي، لو كان خدمنا بالكتلة كيف كيف راح تخدموا باللي أمنيتي تساوي أم زيرو إكسبونسيال مع لامدا تي وتعودوا. هي يعني كلش قانون التناقص الإشارة تاع أمنيتي تساوي أم زيرو إكسبونسيال أم زيرو إكسبونسيال مع لامدا تي حتى تديروا كلش. نتمنى أنكم تكونوا شفتوا الفيديو الأخر فهمتوا كيف ما سهلة، ما عبالي بدي راني نجيب لكم فيها غير في الحوايج سهلة والعموميات. يعني اذا كان جيت من عندكم واحد راح نجيب كما يقولوا نتغرق معاكم ونجيب لكم الحوايج، عندي ما تبقى غير الحوايج المبدئية.